14/4/2014 الهجوم السادس الكيماوي على مدينة كفر زيتا للحاويات المتفجرة. الحاوية التي لا تتفجر يصدر منها غاز الكلور والذي ينتشر وهو تأثيره بالدرجة الأولى على جهاز التنفسي حيث يسبب سعال حاد بالإضافة إلى أعراض العياء والوهن وهبوط الضغط والإقياءات والزبد الفموي. الساعة 11 تقريبا ألقيت حاويتين على مدينة كفر زيتا نفس التاريخ 18/4/2014 وراجعنا أكثر من 100 مصاب بسبب استنشاق غاز الكلور وتراوحت الأعراض بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة أغلبهم من المدنيين والأطفال والنساء. ومقاطع الفيديو شاهدتموها سابقا في التالي. في الحقيقة نحن ليس لدينا القدرة على مواجهة هذا العدد الكبير بسبب إمكانياتنا البسيطة. علاج الأساسي يكون بالأكسجين والموسعات القصبية والإرزاز بالإضافة إلى السيرومات الملحية ومضادات الإقياء. الإمكانيات محدودة والأعداد كبيرة وعلى ما يبدو أن النظام يقود حرب إبادي ضد مدينة كفر زيتا ومناطق ريف حماس الشمالي الغربي عموما. هل هناك تجهيزات معينة للمشافي للحماية منها؟ لأني كما لاحظت أخي الدكتور أنه كان مكان البرميل قريب على المشفى، يعني حتى المشفى صارت هي مهددة. نعم، نحن في منطقة مأهولة بالسكان وبالتالي الأفضل والخط الأساسي إخلاء من ليس له عمل بالمدينة، هذا الخط الوقائي الأساسي. وفي حالة التعرض نحن لدينا إمكانيات بسيطة لمواجهة هذه الحالات، حتى المشفى ليس ببعيد عن تأثير هذه الغازات السامة حيث أن الغاز ينتشر حتى إلى القبو وحتى إلى الطابق العلوي والسفلي وكل المناطق. هل المخزون من المواد العلاجية أو التي هي مضاد حيوي ربما لحالات الاختناق بغاز الكلورين متوفرة؟ متوفرة بشكل نسبي والحمد لله لم يراجعنا أحد ولم يتلقى علاجه، ولكنها على ما يبدو هناك استنزاف كبير ورح نوقع بنقص لا شك. شكرا دكتور. أهلا وسهلا.